الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قال نائب محافظة بابل وسام أصلان الجبوري إن المحافظة تعاني ديونا كثيرة ترتبت عليها جراء عدم تسديد المبالغ المستحقة للمقاولين والشركات الهندسية التي نفذت المشاريع في وقت سابق. وأضاف الجبوري أن هذا المبلغ من الديون تسبب بإرباك العمل في العديد من المشاريع المهمة التي تتعلق بخدمات المحافظة بعد أن توقف العمل فيها. وأشار الجبوري إلى عدم صحة وجود موازنة انفجارية كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، حيث أن المحافظة تسلمت مبلغ 162 مليار دينار فقط من حصتها بموازنة 2021. قال نائب محافظ البنك المركزي في العراق إحسان الياسري إن ارتفاع أسعار النفط لن يسد عجز الموازنة المالية للعام المقبل. وبرر الياسري قرار خفض قيمة الدينار نافيا وجود علاقة بين هذا الإجراء والأزمة المالية الحالية على حد قوله، مشيرا إلى عدم وجود نية للعودة إلى سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وأكد الياسري أن أموال النفط الفائضة ستذهب إلى سد العجز المالي، ما يعني عدم تخصيص أي أموال لدعم الاستثمار والقطاعات الصناعية والزراعية في العام المقبل. أعلنت البرازيل نيتها شراء البنزين من 3 دول عربية بينها العراق خلال شهر تشرين الأول الحالي لتدارك أزمة محتملة. وقالت وكالة أنباء البرازيل الناطقة بالعربية إن البرازيل ستلجأ لاستيراد البنزين والديزل لشهر تشرين الثاني الحالي من 3 دول عربية بينها العراق، عازية ذلك لعجز شركة بتروبراس الحكومية عن تلبية كامل الطلب المحلي وتجنب أزمة محروقات محتملة. وأوضحت الوكالة العربية البرازيلية أن البرازيل ربما ستلجأ إلى زيادة وارداتها من المحروقات خلال شهر تشرين الثاني متجنبة الوقوع في أزمة محروقات على المستوى المحلي. تراجعت أسعار النفط مع طلب الولايات المتحدة من كبار مستهلكي الخام تحرير خاماتها من الاحتياطات الاستراتيجية، وتأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي بدأت فيه الضغوط التضخمية مدفوعة جزئيا بارتفاع أسعار الطاقة في إحداث رد فعل سياسي عنيف، حيث يتعافى العالم بشكل متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن. ونزل الخام الأمريكي بنسبة 71 سنتا ليصل إلى 77 دولارا للبرميل، وهبط خام برنت بنسبة 33 سنتا ليصل إلى 79 دولارا فاصل 95 سنتا للبرميل. قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن اللاعبين الرئيسيين في مجالي النقل البحري والجوي للبضائع في العالم لم يحققوا مكاسب كالتي حصدوها خلال أزمة وباء كورونا والتي خرجوا منها منتصرين، بل واستغلوا ما جنوه من أموال لإطلاق تغييرات استراتيجية. ففي الربع الثالث من العام الحالي حطمت شركة ميرسك الدنماركية الرائدة عالمياً في هذا القطاع جميع الأرقام القياسية، حيث زاد حجم أعمالها بنسبة 67% إلى 16 مليار دولار، كما تضاعف صافي أرباحها 6 مرات ليصل إلى 5 مليارات و600 مليون دولار. قال معهد التمويل الدولي إن حجم الديون حول العالم آخذ في الانكماش خلال الشهور الأولى، مشيرة إلى أن الاقتصادات المتقدمة كانت وراء تراجع الديون العالمية وعلى الأخص في منطقة اليورو واليابان. وأظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي انخفض إلى 296 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الربع السابق له. وقال معهد التمويل إن تريليون دولار آخر يمكن أن تتم إزالته أو شطبه من السجلات
بحلول نهاية عام 2021 بفضل تعافي الاقتصادات من صدمات وباء كورونا وتقليل اعتمادها على الاقتراض. ختام الموجز، إلى اللقاء.